اهلا باجمل ناس في الدنيا، وحشتوني وبرحب بيكم. وسريعا كده يا ريت الجديد اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، او افراد عيلتي القدام ما شاء الله عليهم يعني كالعاده يقوموا بالواجب. النهارده معانا حلقه يمكن ما عملناهاش قبل كده، وانا عارف ان هي حلقه مفيده مفيده ومهمه، وهتعرفوا في النهايه انا ليه بقول كده. اكتر الابراج أنانية، كل الأبراج اللي 12 رجل أو امرأة من المركز الـ12 للمركز الأول في الموضوع ده بدرجات، ومين المركز الأول؟ وما إن معانا كل الأبراج وأنا بقرأ كل تعليقاتكم، يا ريت كده كل حد يكتب ويتوقع برجه هيجي في المركز الكام، إحساسه بنفسه، وحد أذكى شوية كالعادة يقول لنا المركز الأول يتوقع يكون مين. وتعالوا بينا نبتدي، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض. في المركز الـ12 حد توقع هو برج الحوت المائي، رجل أو امرأة، أقل الأبراج المتهمة بالأنانية مقارنة بالأبراج كلها. والناس اللي تعاملت مع برج حوت عن قرب يعني ممكن تلاحظ النقطة دي، أعلى منه وأقل منه، ولكن أيضا من الأبراج البعيدة عن الأنانية تماما هو برج الدلو الهوائي، رجل أو امرأة. كتير ما بنلتقي بالأبراج دي وبنشعر إن هي أبراج مش أنانية إطلاقا بمعنى الكلمة، زيها بالظبط زي برج الحوت. ومن أجمل ما يميز البرجين دول رجل أو امرأة إن أنت لا تشعر معهم بالأنانية، يعني مش اللي هم عندهم أنا ولا أنا ومن بعد الطوفان، ما تلاقيش الكلام ده في فلسفة البرجين دول. ما عندهمش حتة الحاجة الحلوة أنا اللي أخدها بس، ومش عايز حد تاني يبان عليه أي نعمة، ومش عايز حد تاني يبان عليه أو ياخد أي امتيازات، ما فيش الكلام ده. ونستمر في الصعود في المراكز عشان نوصل للمركز العاشر، أيضا واحد من أقل الأبراج البعيدة عن موضوع الأنانية، حد توقع هو برج القوس الناري، رجل أو امرأة. من أكتر الأبراج اللي أنت تلمس فيه النقطة دي أو الصفة دي. الأبراج دي نقدر نقول اللي في إيدها مش ليها، اللي معاها مش بتاعها، أبراج مش أنانية إطلاقا إطلاقا بمعنى الكلمة، وعيب يعني أو ما ينفعش إن أنت تتهمهم بصفة زي دي أبدا. هنستمر في الصعود عشان ندخل في منطقة وسطى، ولكن كالعادة لو شايفين الحلقة دي مفيدة وممتعة يا ريت ندوس لايك، ندوس لايك عشان توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديس لايك. وتعالوا نصعد للمركز التاسع عشان نلتقي ببرج الميزان الهوائي في منطقة وسط، بعيد هذا البرج عن الأنانية، ولكن الأبراج اللي سبقته بعيدة أكتر منه، ما هو الموضوع بدرجات. بس ما ينفعش إن احنا نقول على برج الميزان أناني، لا يصلح لا يجوز، نبقى ظلمناه بصراحة. نعلى أكتر ونخش في الجد أكتر وأكتر، نوصل للمركز الثامن، برج الأسد في منطقة وسط. هو برج الأسد من الأبراج رجل أو امرأة اللي بتحب لنفسها حاجة مميزة، ولكن مش على حساب الآخرين، أو مش بيكره الخير للآخرين، أو مثلا مش هو يقولك لا أنا بس اللي أبقى يعني أخد الحاجة الكويسة دي وغيري لا. برج الأسد ما عندوش مشكلة إن كل الناس تتمتع، إن كل الناس تاخد امتيازات، إن كل الناس تنول اللي هي عايزاه. برج الأسد ما عندوش مشكلة، عكس أبراج القمة شوية ممكن تلاقي فيها حتة إيه، لا أنا أبقى مميز، أنا لا أنا ومش مهم غيري، أنا ويعني غيري يولع عادي ما فيش مشكلة. نخش في الجد أكتر وأكتر، الأسد في الثامن، العذراء في المركز السابع، برج في منطقة وسطى. برج العذراء بيجي في المركز السابع رجل أو امرأة، ما نقدرش نقول عليه برج أناني من الدرجة الأولى. بعيد أيضا برج العذراء عن الموضوع ده لأنه بيجي معانا في المركز السابع، والمركز السابع في ترتيب الأبراج عامة ما هوش مركز يعتبر متقدم، مش زي مثلا ما احنا بنقول الأربع أو الخمس أبراج اللي هم هيجوا في القمة أو في المقدمة. كده احنا هنستمر في الصعود أكتر عشان نقرب من موضوع حلقتنا أكتر وأكتر، لما نوصل للمركز السادس. وحد توقع او حد بيكتب يا ريت تشاركوني، لان انا بقرا كل تعليقاتكم وكمان بتعرف عليكم من خلالها. السرطان في المركز السادس. السادس هنبدأ كده نلمس موضوع حلقتنا شوية، نشم ريحته او نحس بيه الى حد ما، ولكن يعتبر الموضوع عنده يعني فوق المتوسط حاجة بسيطة، مش برج اناني برضو بالدرجة الاولى.
هنخش في المركز الخامس في جد الجد، ونقرب وندخل اكتر في موضوع حلقتنا لما نلتقي ببرج الثور. وان كان برج الثور وكل الابراج اللي سبقته شكل، والاربع ابراج أبنا لما نلتقي ببرج الثور وان كان برج الثور وكل الابراج اللي سبقته شكل، والاربع ابراج او رباعي خط النار او رباعي القمة في حلقة النهاردة يعتبروا شكل ولون وطعم تاني اطلاقا. احنا موعدنا مع رباعي القمة، يعني اربع او الاربع ابراج اللي هم بيتصدروا التصنيف في حلقة النهاردة، اللي اكيد مؤكد دلوقتي كله عرفهم، ولكن انا متأكد ان في اختلاف على صاحب المركز الاول. يا ريت تكتبه واحنا بنشارك بعض كده واحنا بنتكلم في الحلقة كده. احنا وصلنا لبرج ممكن نطلق عليه الصفة دي مقارنة بغيره، هو الموضوع احنا بنتكلم اصلا بدرجات. اذا برج العقرب هيجي في المركز الرابع رجل او امرأة، يعني اعلى من كل الابراج اللي احنا اخدناها واقل من الثلاثي اللي هيتفوق عليه في المراكز في حلقة النهاردة. شوية برج العقرب من الابراج اللي عندها احساس بالزهو واحساس بالنفس، ومن الابراج اللي تحب ان هي يعني زي ما احنا بنقول تلم او تجمع بمقاليد الاشياء كلها، ومش مهم بقى اللي حواليها ومش مهم بقى اللي بعدها، ياخد امتيازات ما ياخدش امتيازات. العقرب شوية عنده فلسفة انا ولا، ودي مشكلة شوية في شخصية برج العقرب. ولكن برج العقرب اذا حب وحب بجد، ودي هنحط تحتها 100 خط، ممكن تتغير الفلسفة دي بشكل كبير قوي. حاله حال برج الجوزاء اللي بيجي في المركز الثالث متفوقا عليه بمركز واحد، ومتفوقا على كل الابراج اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة النظر. اذا الجوزاء في المركز الثالث، وفاضل كده الصراع مركز الاول على او بين برجين، يعني كده المركز الاول اللي دلوقتي فاضل معانا او اللي احنا بنتكلم وبنطلب منكم ان انتوا تتوقعوا في الحلقة هيكون مين. انا برج واحد منهم، يعني برج الحمل وبرج الجدي واحد منهم هيتصدر وواحد منهم هيجي في المركز الثاني. خلونا الاول نتكلم شوية عن برج الجوزاء، هو متأثر بفلسفة برج العقرب في حلقة النهاردة. ايضا برج الجوزاء من الابراج اللي تحب ان هي تكون في الصورة وتكون نمبر وان، وتكون حاجتها او امتلاكاتها او ما تمتلكه مفيش حد تاني يمتلكه او لا يشبهها شبيه. كل النقاط دي تحطها جنب بعضها هتعرفك ليه برج الجوزاء بيجي في المركز الثالث وبيجي في واحد من اعلى التصنيفات في حلقة النهاردة لما نتكلم عن موضوع زي الموضوع ده. اذا المركز الثاني دلوقتي احنا داخلين عليه، هنستمر في الصعود اكتر واكتر. واحد اشد حرفيا من كل الابراج اللي احنا خدناها، والا ما كانش جه في المركز المتقدم ده، الا وهو برج الجدي الترابي اللي بيتربع على عرش المركز الثاني في حلقة النهاردة، بين واحد من اكتر الابراج المتهمة في علم الفلك ان هي عندها انانية عالية شوية. ولكن انا دايما بقول لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، مش بس علم الفلك. اذا وارد جدا ان انت تلاقي برج جدي وممكن ما تلاقيش صفة الانانية دي عالية عنده. في بعض الابراج بتتحكم في الصفات السلبية او العيوب اللي عندها وتقلل من حدتها شوية تصبح مقبولة. يعني برج الجدي اذا عرف عنه في علم الفلك ان هو برج اناني، هو عنده القدرة ان يقدر يقلل من حدة الصفة دي شوية، فتشوفها طبيعية قوي في شخصية البرج ده، عشان برضو ما نتهمش الابراج بالمطلق يعني، ونقول ان هو اناني خلاص ما بيحبش حد وما بيحبش غير نفسه. احنا قلنا الموضوع كله بدرجات، واحنا عملنا الحلقة دي بناء على الحاح كبير قوي من اصدقائنا. اذا صاحب المركز الاول في حلقة النهاردة هو برج الحمل، هو برجي. انا حتى لو بتكلم عن موضوع سلبي وبرجي متقدم ما عنديش مشكلة ان انا احطه في المركز الاول، لان انا بنقي الامانة ولازم ان انا اكون صادق فيها. في علم الفلك، في علم الفلك عرف ان برج الحمل اذا اتكلمنا في موضوع الانانية يعتبر من اكتر الابراج المتهمة، انا بقول المتهمة بالموضوع ده. وبرضو بقول لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، وانت تقدر من خلال
البيئة اللي انت بتعيش فيها وتربيتك وتدينك وثقافتك، ان انت تحارب اي صفة سلبية. دايما تخلي بالكم من النقطة دي، ان مفيش حاجة اسمها المطلق كده وخلاص. بنقدر ان احنا نعدل من نفسنا، بنقدر ان احنا نقلل من صفة مثلا مش يعني مش محببة، بنقدر ان احنا بنتغير طبيعة الحياة عامة. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، انا سعيد جدا بمشاركتكم، بارك كل تعليقاتكم واتعرف عليكم من خلالها. قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته لحل كل مشاكلكم والاستفسارات، يعني كل يوم قصة وكل يوم درس مستفاد. اشتركوا رجاء وانضموا لنا في القناة دي، الانستجرام الفيسبوك، اللي حب ان هو يتواصل معايا او بيسأل عنه الرابط دي كلها في وصف الفيديو واول تعليق، وان شاء الله نلتقي بكرة والى اللقاء.